فتاة تعاني الانقسام والصلع، وحملتها وحملت ذاتها إلى الهاوية حيث تكمن صور الماضي أيضا. بلاويتشي جالسة على عتبة غرفة فتاة، إنها إيفي نوي الأخت. مجموعة من رجال مسلحين جاءوا ليأخذوها. تبتسم الأخت ويأخذونها بسرعة. يرتسم الخوف على وجه المرضعة، ثم لا شيء. ثم تصرخ الأم مايروبي التي تلوح بذراعيها مهددة السماء، تصرخ وتشد شعرها، تصرخ تندفع نحو الرجل وتنادي باسمي. إنه زوجها كريوني الأب. تسألني كلاويتشي، هل ماتت إيفي نوي؟